تعد محطة تصفية ومعالجة المياه المستعملة بشنوا ولاية تيبازا واحدة من المحطات التي تسعى الجزائر من خلالها إلى القضاء على كل أشكال المياه الملوثة التي تصب مباشرة بالوديان والبحر والتي تضر بالكائنات الحية المتواجدة بها وبصحة المواطن بالدرجة الأولى. نوجد فيه ثلاث محطات للتطهير في قليعة حجوت وشنوا للمتواجدين فيها، وهي محطات دخلت الخدمة منذ 2006 لحجوت، 2006 لقليعة، ومحطة الموجودين فيها دخلت الخدمة في 2008. وهذه المحطات تعالج مياه ثلاث بلديات، وهي بلدية تيبازا، بلدية سيدي عمر، وبلدية الناظور، وتعالج معدل يوميا حتى 9000 إلى 10000 متر مكعب يوميا، وهي طاقة الاستيعاب 70000 إكيفالون أبيتون. وأهمية هذه المحطة موجودة في منطقة سياحية خاصة في حفاظ المحيط والشواطئ المتواجدة عبر بلدية تيبازا، وهي شاطئ سنوا وشاطئ مطارس. تمر المياه المستعملة بعدة مراحل تضمن إزالة كل الملوثات والمواد غير المرغوب فيها. تمر المياه المستعملة بعدة مراحل يتم تطهيرها. المرحلة الأولى هي المرحلة ما قبل المعالجة، البخي تخيتمون، اللي هي بحد ذاتها فيها زوج مراحل. المرحلة الأولى يتم تخليص المياه المستعملة من كل النفايات الصلبة، وفي المرحلة الثانية تمر بار ديسابلور ديزويلور وين يتم تخليصها من الرمال والزيوت. وتعد المعالجة البيولوجية أهم مرحلة في عملية التصفية. بهذه الأحواض يتم إزالة نهائيا كل المواد العضوية المتبقية الدقيقة المتسببة في تعفن الماء، لتأتي بعدها عملية المعالجة الكيميائية التي تضمن الحصول على ماء معالج غير ملوث. المعالجة البيولوجية اللي احنا نعتبرها قلب لو بروسيس، لو كور دو بروسيس، اللي هي تكون في أحواض تهوئة، نوفر الأكسجين للبكتيريا حتى تتكاثر، تحلل البكتيريا تحلل المواد العضوية، وفي هذه المرحلة يتم تخلص من التلوث، وبالخصوص من التلوث الكربوني. بعدها يمر المياه المستعملة تمر بالمرحلة الأخيرة وهي أحواض ترصيب لي ديكونتور، وين نديرو فما اون سيباراسيون فيزيك ليكيد ولو تريتي نبعثوه بيغ لو ميليو ريسيبتور اللي هو واد الناظور. وبالموازاة مع ذلك ينتج عن عملية المعالجة ما يسمى بالحماء المنشط الذي هو الآخر يمر بعدة مراحل قصد المعالجة. بالنسبة لي لو تريتمون دي بو فيه زوج مراحل. المرحلة الأولى هي ليبيسيسمون في ان ايبيسيسور وين يتم تخفير هذيك لابو لتسهيل عملية التجفيف، والعملية الأخيرة هي عملية التجفيف اللي هي لا ديزيدغاتاسيون وين نخلصوا هذيك لابو من المياه اللي تجي معاها وتخرج على شكل تربة. في هذه المرحلة نجد صعوبة في تسيير هذه الأتربة التي تخرج. كحل عقدنا اجتماع على مستوى مديرية الري لتيبازا ومدرسة الفلاحة لجامعة البليدة لإيجاد حل لهذه المعضلة، وعندنا إنتاج على مستوى المحطة هذه لمعدل 100 طن سيديبو أميد شهريا. لي سوليسيون ديجاجي او نيفو دو سيت رينيون سي دو تروفي دي فلاح avec la participation de la direction des services agricoles de la ville de Tipaza qui termine les produits de la station. ولضمان انعدام الملوثات بالمياه بعد عملية المعالجة يقوم مختصون بهذا المخبر بإجراء عدة تحاليل كيميائية. في هذا المخبر نقوم بمقارنة تحاليل المياه المستعملة والمياه المعالجة، والهدف من هذه العملية هو المحافظة على البيئة من التلوث والساحل، لمقارنة طبيعة المياه عند الدخول إلى المحطة وعند الخروج من المحطة بعد المعالجة.
المحطات الموجودة عبر التراب الوطني والتي تقدر بحوالي 177 محطة لها أهمية كبيرة جدا. وإن لم نقم بلا كوليكت لو تريتمون او نيفو دي ستاسيون فإنها ترجع مصدر للأمراض ومصدر حتى في تدهور البيئة التي نعيش فيها. المياه المستعملة تعد مصدر مهم للمورد الأزرق في الكثير من الدول، بالإضافة إلى كون المعالجة ضرورة لابد منها في وقت كثر فيه كل أشكال التلوث للمياه التي يكون مصيرها الوديان والبحار، وبالتالي تخل بالتوازن البيئي المتواجد بها.